اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات سنه رابعه. مكملين في يونت 5 وير دو يو ورك، وهندخل النهارده في ليسن 2 الدرس الثاني الكتريسيتي الكهرباء. هناخد درس عن الكهرباء وهنتعلم شويه معلومات عن الكهرباء، وكمان هناخد كده جراماتيكال نوت ملحوظه كده لغويه صغنونه في الدرس بتاعنا. بس تعالوا نبدا الاول باهم الكلمات اللي هتقابلنا في الدرس. اولا كلمه ستورم يعني عاصفه، عاصفه اللي هي بيكون في هواء جامد قوي وساعات بيكون في برق ورعد كمان، دي معناها عاصفه. وفلاش معناها هنا ضوء قوي، ولايتنينج معناها الرعد البرق، البرق اللي هو بيكون نور في السماء. ده لما بتحصل عاصفه ساعات بيبقى في برق ورعد، البرق اللي هو اللايتنينج اللي هو بيكون نور في السماء بينور. اما ساكت معناها الكوبس، الكوبس اللي احنا بنحط فيه الفيشه. الكتريسيتي طبعا يعني كهرباء. الكتريك شوك، الكتريك شوك يعني صاعقه كهربائيه. لما حد بيلمس مثلا حاجه مكشوفه زي سلك مثلا مكشوف مش متغطي كويس بيحصل، ممكن يحصل له صاعقه كهربائيه، الكتريك شوك. كلمة بلاج معناها فيشة، الفيشة اللي احنا بنحطها in the socket في الكوبس. safely يعني بأمان، طبعا هو هنتعلم ازاي نتعامل بأمان مع الكهرباء والأدوات الكهربائية. repair shop معناها ورشة تصليح. repair معناها يصلح. okay. طيب tools معناها الادوات، اللي مثلا لو كهربائي بيكون معايا عده الادوات بتاعته عشان يصلح بيها اي حاجه كهربائيه بايظه. اما speed معناها سرعه، fast معناها سريع. تمام. light معناها ضوء، wet معناها مبلول. الكلمات دي مهمة هنشوف دلوقتي أهميتها بالنسبة للكهرباء. deliver معناها يوصل، وtravel معناها يسافر. طيب electrician اللي هو مين؟ electrician ده اللي هو الكهربائي، الشخص اللي بيتعامل مع الكهرباء، ودي طبعا وظيفة job. practice معناها يتدرب، في حاجة كده محتاجة تدريب زي الألعاب الرياضية فأنت بتتدرب عليها كتير. enough وليتر هنا جي اتش بتتنطق اف معناها بشكل كافي، كفايه يعني. dangerous، dangerous معناها خطير. طبعا الكهرباء خطيره جدا لو احنا ما تعاملناش معاها سيفلي بامان. control معناها يتحكم، وburn معناها يحرق يحرق. تمام، دي اهم الكلمات اللي عندنا. تعالوا بقى نقرا الدرس ونشوف هنطلع منه بايه. يلا بينا مكملين في الدرس بتاعنا وهنقرا اهم المعلومات عن الكتريستي، بس هنقراها في هيئه كده ستوري صغنونه اسمها اميره ذا الكتريشن يعني اميره الكهربائيه. تعالوا كده نشوف اميره بتقول لنا ايه عن الكهرباء. بيقول لنا this is اميره she is an electrician، هذه اميره وهي كهربائيه. she studied and practiced for 3 years before she became an electrician، يعني studied يعني درست and practiced واتدربت كمان for 3 years لمده 3 سنين before she became an electrician قبل ما تبقى كهربائيه. she knows how to work safely with electricity، وعارفه ازاي تتعامل بامان مع الكهرباء. طيب دلوقتي هنخش على حاجه اسمها حوار انترفيو بين انترفيور واميره، واحد بيحاور اميره وبيسالها وهي بتجاوب. بيقول ايه؟ بيقول tell us something interesting about electricity. tell us something، قول لنا حاجه interesting شيقه about electricity، عن الكهرباء. فأميرة بتقول did you know electricity travels very fast، ان الكهرباء بتسافر، مش بتسافر معناها بتمشي، بتعبر very fast بسرعة جدا close to the speed of light
يعني سرعتها قريبه كده من سرعه الضوء. ولو انتوا تعرفوا ان سرعه الضوء، لو تعرفوا المعلومه دي، انها من يعني مفيش حاجه في الدنيا اسرع من سرعه الضوء. فبتقول تعرف ان الكهرباء بتمشي وبتسافر في الخطوط اللي هي السلوك الكهربائيه بسرعه الضوء او قريبه من سرعه الضوء، يعني عشان مفيش حاجه اسرع من سرعه الضوء. فبتقول in a storm we sometimes see a flash of lightning، زي ما احنا ما قلنا storm اللي هي العاصفه. فبتقول ان في العاصفه ساعات الدنيا بيبقى فيه برق ورعد، فبنشوف a flash of lightning، بتشوف كده زي خط كده مضيء في السماء. lightning اللي هو البرق. that flash اللي انت بتشوفه ده has enough electricity for 1000 families for a year. الفلاش اللي انت بتشوفه في السماء ده بتاع البرق فيه كمية كهرباء تكفي 1000 عيلة لمدة سنة كاملة. تمام. فانترفيور بيقول لها is electricity dangerous؟ الكهرباء خطيرة؟ فبتقول yes very dangerous، طبعا خطيرة جدا. if we get an electric shock we can control our body، لو احنا لمسنا حاجة وجات لنا صدمة كهربائية بسبب الحاجة اللي احنا لمسناها دي، we can't control our bodies، بيحصل تشنجات ما بنقدرش ان احنا نتحكم في جسمنا. it can also burn us، ممكن كمان تسبب حريقة. بتقول بيقول اسألها بقى بعدها how can we use electricity safely، طب ازاي نقدر نتعامل مع كهرباء بأمان. فبتقوله كده شوية تعليمات لازم نتبعها. اولا never touch anything electrical with wet hand، متلمسش اي حاجة فيها كهرباء بايدك وايديك مبلولة، يعني اتأكد انك منشف ايدك كويس قبل مثلا ما تحط فيشة في الكوبس، قبل مثلا ما تطفي حاجة فيها كهرباء، قبل ما تلمس اي حاجة كهربائية اتأكد ان ايديك مش مبلولة. كمان بتقول never put anything into a socket، ما تدخلش اي حاجة في كوبس الكهرباء نهائي. only use plugs، ده طبعا هي ما تحطش غير الفيشة بتاعت اي حاجة كهربائية انت عايز تحطها فقط، ما تحطش بقى الاقلام ولا اي حاجة خالص في الساكت في الكوبس بتاع الكهرباء ده. طيب احنا كاتبين هنا ايه؟ كاتبين هنا اهم المعلومات عن الالكتريسيتي اللي انت ممكن تقابلك في الاكسرسايزز. هي نفس الكلام اللي احنا قلناه هنا، بس احنا ايه يعني حبينا نلخصها. يعني بيقول لنا اول حاجة electricity travels fast، ان الكهرباء بتسافر بسرعة، ومعنى هنا بتسافر مش معناها ان هي مسافرة رايحة برة، يعني لا، هو يقصد ان هي بتمشي في السلوك الكهربائية بسرعة رهيبة. تمام. طيب بيقول لك كمان معلومة it's close to the speed of light. it's close to يعني سرعتها، سرعة الكهرباء يعني قريبة من the speed of light، سرعة الضوء اللي هي مفيش حاجة في الدنيا أسرع منها. تمام. تالت معلومة أخدناها إن we see a flash of lightning in a storm، يعني في العاصفة ساعات بنشوف a flash of lightning، يعني خط كده ضوء من بنسميه البرق يعني. المعلومة اللي بعدها بيقولك إن if we get an electric shock we can't control our bodies. if we get an electric shock يعني لو حصل لنا صدمة كهربائية we can't control our bodies، ما نعرفش إن إحنا نتحكم في جسمنا. تمام. أو لو حصل صاعقة كهربائية إيه اللي بيحصل؟ we can't control our bodies، ما نعرفش إن إحنا نتحكم، لا نستطيع أن نتحكم في أجسامنا، ما نعرفش نتحكم في جسمنا، بيحصل كده ارتعاش وبيحصل كده جسم بيقعد يتحرك كده يعني بطريقة ما بنعرفش نتحكم فيها. تمام. اللي بعده بيقول إيه؟ المعلومتين دول بقى مهمين اللي احنا ازاي نتعامل مع الكهرباء. بتقولك never touch anything electrical with wet hands، زي ما احنا ما قلنا never touch، ما تلمسش ابدا anything electrical اي حاجة كهربائية with wet hands وايديك مبلولة. والتعليمات اللي بعدها never put anything into a socket، ما تدخلش اي حاجة في كوبس الكهرباء ما عدا طبعا الفيش الكهربائي. تمام. طب تعالوا كده نكمل في قاعدة صغنونة قوي اسمها demonstratives، تعالوا نتعرف ايه هي وبعدين نشوف هنعمل ايه. يلا بينا مكملين في الجزء الاخير من الدرس، وهنتكلم عن demonstrative pronouns اسماء الاشارة. عندنا في الانجليش اربع اسماء اشارة، وخلوا بالكم ايه الفرق بينهم. الفرق بينهم هو عندي اسماء اشارة بشاور بيها على حاجات near قريبة
واسماء اشاره تانية بشاور بيها على حاجه far بعيده. تعالوا نبدا الاول باسماء الاشاره للحاجات القريبه. لو عندي حاجه قريبه يا اما هتبقى singular يا اما هتبقى مفرد او هتبقى plural جمع. طيب لو انا عندي حاجه قريبه مني singular زي مثلا الماركر ده singular واحد وقريب مني اهو، اشاور عليه اقول ايه؟ هستخدم this is وهقول this is a marker. بصوا كده المثال this is my arm، طبعا my arm قريب مني جدا، ذراعي قريب مني جدا، singular قريب، هقول this is my arm هذا ذراعي. طب لو حاجه قريبه برضو مني بس plural جمع استخدم ايه؟ هستخدم these are يعني هؤلاء. زي مثلا لما اتكلم عن عينيا، طبعا عينيا plural ادي واحد اتنين جمع اهو وقريبين جدا مني طبعا، فهقول these are my eyes هؤلاء عيوني. اوكي طيب لو حاجه بقى بعيده تعالوا نشوف برضو. لو حاجه far بعيده هقسمها برضو singular والplural، حاجه بعيده بعيده singular مفرد، او حاجات كتير بعيده بس plural جمع. فلو singular مفرد وبعيد زي مثلا الشمس فهقول that is، that is يعني هذه او هذا، بس اشاور بيها على حاجه بعيده that is the sun دي الشمس، هذه الشمس. الشمس singular مفرد بس بعيده، ما اقدرش اقول بقى this is، لا هقول that is. طب لو في حاجات بعيده بس كتير plural جمع اقول ايه؟ هقول those are برضو هؤلاء بس للبعيد، زي مثلا النجوم اللي موجوده في السماء اشاور عليهم واقول those are stars هؤلاء نجوم. فكده demonstratives اسماء الاشاره اربعه this is و that is هما الاثنين مفرد، these are و those are هما الاثنين جمع. اوكي كده نكون خلصنا الدرس بتاعنا مع بعض. انا مس اسراء عماد ودي قناه بديل للدرس. باي باي.